ونعود لمتابعة هذه الحلقة مع عضو كتلة الوسط المستقل النائب نقولة نحاس. مساء الخير أستاذ نحاس. مساء الخير استاذ جورج، لك للمشاهدين. يا هلا فيك. بداية يعني بدي أبحث أنا وياك موضوع جلسة الخميس التي لها علاقة بموضوع الاقتصادي. فهم من البعض وكأنه له علاقة بالبطاقة التمويلية، ولكن مش دقيق هذا الكلام. رح استوضح منك فعلا جلسة الخميس شو هي، ولكن قبل يعني استجد جلسة اللجان المشتركة نهار الثلاثة واللي لها علاقة برد قانون الانتخاب من قبل رئيس الجمهورية. شو تعليقك أو رأيك على هذا الأمر وعلى رد القانون؟ شو تبعاته؟ يعني شو المتوقع يصير بجلسة الثلاثة؟ يعني كنا بنتمنى انه ما ينرد القانون، لانه بعتبر انه الموضوع يلي نرد بشانه ليس بجوهر المواضيع ولكن هو بالتفاصيل. اليوم ما بيكون عندك انت عندك انتخابات، يعني هالتاريخ الوقت الاساسي لتجديد الحياه السياسيه في لبنان، انا رايي كان التحضير له بالوقت اللازم كان احسن، ولكن بيضل النقاش بيضل سليم. لازم يكون هناك نقاش، والتلاتة حيكون في نقاش على الوقت. أنا رأيي الوقت بيضل يعني الأنسب، لأنه بتعرف أنت بوضع رمضان الوضع بيكون ما بيقول مختلف عن أي وضع آخر، وكل الحركات فيه بتكون مختلفة، وكل العمل الانتخابي بيكون مختلف. بقى قضية الشتي وقضية السقعة، ما كل السنين نمر بسقعة، ولكن هذا موضوع يعالج. فاذا الوقت بعتقد نحن ما انا ملي انه ازمه، ومن ثم انتخاب المغتربين. انا رايي هون في موضوعين، في موضوع المغترب الذي هو ما بقى عنده موقع في لبنان، والغير المقيم. الغير المقيم هو الجزء الاهم والاكبر، لانه نحن لبنان خصوصي اليوم بيقولوا 300 الف هج تركوا لبنان مؤخرا. يعني ممكن اللي تركوا لبنان خلال هالعشر سنوات الماضيه يلي يعني هن لهم ارتباط بلبنان هن الكم الاكبر. هدول لازم نحن نامن لهم انهم يصوتوا، لانه هدول معهم باسبورات، معهم بطاقه هويه، يعني قادرين يمارسوا حقهم الانتخابي. المغترب يلي من زمان اغترب ويمكن عنده باسبور، يمكن منه بقى صالح او صالح، في كثير اسئله، ولكن الذي هو غير مقيم اللي بروح بيجي على بيته بيجي عند اهله، هيدا قادر ينتخب، وهيدا حرام لحمه حقه، وهيدا تيصوت لازم يصوت على البيئه اللي هو عايش فيها في لبنان. مشان هيك قلنا هالمره خلي يكون كمان هالغير المقيم يصوت لل 128. طيب بس بعتقد هيدي الاكثريه هيك عم تفكر استاذ نحاس، خلينا نشوف النقاش شو بيعطي. بس هون بهالحاله يعني عم بتقول انه ممكن يكون في اصرار على موعد الانتخابات ب 27 اذار، بس بالمقابل يعني اذا لم يتم تعديل القانون والابقاء على ما هو عليه، يعني في كمان امكانيه الطعن فيه. يعني تحدث رئيس التيار الوطني الحر عن امكانيه الطعن بقانون الانتخاب، ورد رئيس الجمهوريه لمشروع القانون استند يعني 100% الى الملاحظات التي اوردها الوزير جبران باسيل عن قصه الطقس والعوامل الطبيعيه والمناخيه وغيرها كمان. طيب موضوع الطعن، يعني من بين قصة رد مشروع القانون، إمكانية الطعن، كل هذه المؤشرات هل تؤشر إلى إمكانية تأجيل الانتخابات أو تطييرها؟ هل في خوف من هذا الأمر؟ هلا انا بأسف انه عم يصير هالتأييدات، لانه موضوع الانتخابات لازم يكون موضوع مبدئي اساسي، وما بعتقد في طعن بيقدر يعطل موضوع الانتخابات. هلا المهم، بس انا بقول الانتخابات جزء أساسي من مهام هذه الحكومة، وهذه الحكومة سوف تعمل جاهدة أن تكون الانتخابات بأفضل المعايير، لأنه أنا رأيي ما حدا بيقدر يتحمل نتيجة تعطيل الانتخابات أو يمكن عدم مساهمته بإجراء بالوقت بأي وقت يتفق عليه النواب. فهذا الموضوع بعتقد منه بهالسهولة مكان، منو بالسهولة انه نحن نقول بدنا نعطل الانتخاب. تعطيل الانتخاب لا سمح الله لا سمح الله اذا كان قائم او بده يصير له تداعيات كبيرة جدا، انا بشك حدا يتحملها. بدي انتقل معك الى موضوع جلسة الخميس، موضوع الشأن المالي والاقتصادي
وموضوع البطاقة التمويلية. حضرتك وزير اقتصاد سابق وعضو بالكتلة النيابية لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، كتلة الوسط المستقل. انطلاقا من هيك، وين هالبطاقة التمويلية؟ يعني بنعرف أوضاع الناس المعيشية والاقتصادية، تانكة البنزين قديش صارت، الأسعار المواد المعيشية، أسعار الأكل، الخبز، الوضع المعيشي، الدولار. يعني أولويات هذه الحكومة كانت معالجة الشأن المالي والاقتصادي والمعيشي. وين البطاقة التمويلية اللي أقرت بالحكومة السابقة؟ ونهار الخميس شو عندكم بمجلس النواب؟ إقرار ماذا؟ الخميس اللي على طاولة، اللي على الجدول، في موضوعين أساسيين بيتعلقوا بموضوع الاقتصادي. هو أولا يمكن أو موجود الكابيتال كنترول، وأخيرا طبع على طاولة على جلسة مجلس النواب، ومن ثم في هناك تعديل على بطاقة أخرى هي اسمها الإي إس إس إن. هذه البطاقة التي تعطي حوالي 200 ألف عائلة في لبنان دعم عبر القرض الذي مضى مع البنك الدولي. هذا القرض الذي مضى مع البنك الدولي في عائق قانوني، لأنه القانون اللي صوت عليه مجلس النيابي في بعض الإشكالية مع صندوق النقد، لأنه بتعرف صندوق النقد عمل اتفاقية ووضعها مع الحكومة اللبنانية. دور المجلس النيابي هو أبرام وليس شيئا آخر. مجلس النيابي لتفعيل عدد المشتركين اتمنى أنه يكون في هناك تعديلات على الاتفاق. هالتعديل تياخذوا موافقة مجلس، ياخذوا موافقة البنك الدولي، حياخذ وقت. هلا وصلنا لمرحلة صار في نوعا ما توافق على بعض التعديلات، حتروح على مجلس النيابي نهار الخميس اذا اقرت بصفة تنفيذ هذه البطاقة. سهل بموضوع البطاقة التمويلية. لا، قبل البطاقة التمويلية، هو حسب القانون اللي اجى. معالي الوزير، هاي البطاقة اللي عم تحكي عنها موضوع الكابيتال كنترول. لا، البطاقة اللي عم تحكي عنها يلي بده يتم إقرارها أو تعديل القانون تبعها الخميس، هاي البطاقة مين بيستفيد منها؟ بيستفيد منها تقريبا 190 ألف 200 ألف عائلة لبنانية حسب اتفاق اللي انعمل مع البنك الدولي. وهول العائلات شو؟ يعني العائلات يلي هذه بدها بيقولوا ايه اي عائلات؟ يعني هال 200 حسب مواصفات محطوطه بالعقد. الاقصى فقرا طبعا. الاقصى وشو بيطلع لهم؟ شو بيطلع لهم؟ في اليه بتحدد تقريبا من دون ما التزم انا يعني، لانه هي حوالي بين 94 و100 دولار تقريبا. اذا بين ال 94 على مده سنه. عام ايه بين ال 94 على مده سنه، بين ال 94 وال 100 دولار، بين 94 و100 دولار لمدة سنة، 200 ألف عائلة شهريا لمدة سنة. وهول بياخدون دولارات فريش ولا شو؟ صح. نعم أوكي. إذا تم نعم. إذا هلا كان في جدال مع المصرف المركزي إذا تفضل إيه كان في جدال مع المصرف، عم أقول كان في نقاش بمرحلة ما إنه ياخدون صح بعتقد هلا صار الاتجاه يكون بالدولار. وإذا تم إجراء التعديلات اللازمة نهار الخميس، أيمتى ببلش تنفيذ هذه البطاقة؟ يعني أيمتى ببلشوا الناس يستفيدوا منها؟ أنا بعتقد بدها شهر ببلش التسجيل، ببلش يمكن قبل. أنا بقول تقديريا مدة شهر كافي ليقوموا البنك الدولي مع كل المؤسسات التابعة له ليعملوا التسجيل، المنصة وما هنالك. أنا رأيي انعمل مجتمع مؤخرا لتحديد مع وزير الشؤون الاجتماعية اللي هو عنده هو الدور الأكبر بهذا الموضوع، يمكن بده شي شهر يمكن يبلش العملية التنفيذية تبعها. بس برجع بقول هيدا بيرجع قديش بيتوفقوا بكل المراحل، لأنه في عدة نقاط بدها تنعمل. عملية تنفيذية مش هينة. نعم. عملية ما هينة أبدا، لأنه بدك تعمل الأحصاء وبدك تروح تزور وبدك تعمل وتعمل المنصة. بس المهم بيكون بلشت، يعني إذا طلع القانون معناتها أكيد في تنفيذ. إذا ما شهر خمس أسابيع بس أكيد بيكون طلعنا من كل الإشكاليات القانونية. إن شاء الله إنه هذا يعني هاي مهلة تفاؤلية إن شاء الله تكون. لا هيدي أكيد شهر أو خمس أسابيع. إذا
اذا صار اذا صار اذا الخميس مش الحال انا باكد لك انه لانه المال موجود، الاداره موجود، كل الامور صارت منتظمه بالموضوع. نعم، البطاقه التمويليه ما في لها تمويل، ايمتى بده يصير في لها تمويل؟ لا البطاقه التمويليه تمويلها موجود، ولكن باي معنى انه انت القانون اللي طلع تبع البطاقه التمويليه بيقول انه من الموازنه بالاول لحين ايجاد تبيقول تمويل لها من الخارج، هذا هيك القانون قايل، وبيقول انه في لجنه هي بتنظم هذه الامور برأسها رئيس مجلس الوزراء، وزير الشؤون الاجتماعيه، وزير الاقتصاد، ووزير الماليه. طيب واني هذا الموضوع هاللجنه اجتمعت عملت القرار التنظيمي اللي هو اساس، وعم هلا تبلش بترتيب الموضوع وتنفيذه، ولكن التمويل بتقلي التمويل من وين؟ هلا بالموازنه هو الباب الاساسي والاول اللي محطوط بالقانون لحين ايجاد التمويل الخارجي. عندنا هون اشكاليه صغيره ما بدي انا اضيع المشاهدين. الاسهل هو طبعا الموازنه، ولكن متشكل عبء على الموازنه لانه خصوصي هلا عم وزاره المال ووزير المال من كب يعد موازنه 2022 هي اساسيه بالتفاوض مع الاي ام اف، بدها تشكل عبء اساسي، بدك تخلي تشوف كيف وزاره المال بدها تقوم بموازنتها تامن مداخيل البطاقه البديل. هلا كان الاسهل ان نلاقي لها تمويل خارجي، في 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 طريقه للتمويل الخارجي، ولكن ما بدي هلا فوت فيه لانه هسه تحت البحث، بس في امكانيه خلال اسبوعين ثلاثه ممكن تتبين اذا هالامكانيه صالحه ام غير صالحه. شكرا لك النائب نقول نحاس وزير الاقتصاد السابق على هذه الإطلالة الليلة، أهلا وسهلا فيك.